لو زهقتوا من كل طرق الفراخ اللي انتوا بتعملوها كل يوم، تعالوا هوريكوا صدور فراخ ببراون صوص، طعم فظيع، لازم تجربوها، صدقوني هتعملوها كل يوم. وبألف هنا والشفا. اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج سنه اولى مطبخ. النهارده جبت لكم طريقه جديده لصدور الفراخ بصوص مختلف، البراون صوص، طعمه تحفه، هيعجبكم جدا. يلا النهارده هوريكم الحلقه هتتعمل ازاي، وبالف هنا والشفا. التتبيله دي بقى لا يعلى عليها في الفراخ، جربوها وقولوا لي رايكم. هنجيب صدور الفراخ بس مش هنقطعها بانيه، هنسيبها تخينه كده زي ما هي، وبعد طبعا ما نضفناها كويس جدا هنجيب السكينه ونقطعها بالطول زي ما انتم شايفين. الطريقه دي حلوه قوي عشان نخلي التتبيله كلها تدخل كده جوه الفراخ وتتغلغل فيها. والطبق ده بقى فيه معلقه من كل التوابل اللي انا هقول لكم عليها، ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر واوريجانو، وهننزل عليهم بقى شويه من الزيت ونقعد بقى نقلب التوابل كده كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنبتدي ننزل بقى بالتتبيله الجامده دي على الفراخ بتاعتنا الحلوه، ونقعد بقى كده نقلب كده ونغرق الفراخ بالتتبيله. مش عايزه اقول لكم انا من قبل اصلا ما اسويها ريحه التوابل فظيعه، ونتاكد كمان ان التوابل دخلت جوه الفتحات اللي احنا عملناها. هنا بقى على طاسة سخنة على النار هننزل بمكعب زبدة ومعلقتين تلاتة كده من الزيت الزيتون. طبعا لو حابين زيت عادي مفيش مشكلة، بس طبعا زيت الزيتون لا يعلى على طعمه، بجد طعمه بيبقى فظيع. وننزل بقى بطشة صدور الفراخ، فظيعة، مش عايزة اقول لكم ريحتها مع زيت الزيتون جبارة. استنى كده عليها شويه ونقعد نقلبها من الجنبين لحد بس بتاخد تشويحه صغيره. تعالوا هنا بقى نعمل الصوص بتاعنا لحد ما الفراخ تاخد التشويحه بتاعتها. هنجيب بوله وهننزل عليها بمعلقتين عسل من الكبار، وبعد كده هننزل عليها بصويا صوص، خلي بالكوا ده اللي هيدي الطعم الجامد للفراخ بتاعنا، وكمان هننزل شويه عليها من المستردة. هنقعد بقى نقلب كده كويس جدا لحد ما نتاكد ان كل كده المكونات دخلت جوه بعض. طبعا انا هنا جبت شوكه علشان تنجزني كده في الوقت، وهتاكد ان كل التتبيله كده دخلت مع بعضها كويس. وهنجيب كوبايه يا جماعه وهنحط فيها ماجي ونفتفتها كويس جدا، وننزل عليها بقى بميه مغليه، طبعا ده بديل لشوربه الفراخ. بعد كده هننزل بقى بالشوربه بتاعتنا على الخلطه اللي احنا عملناها، ونيجي بقى هنا نشوف الفراخ ونقلبها من الجنبين. شايفين بقى التوابل ظهرة كده من عليها ازاي، ولا لونها كده بيلمع من زيت الزيتون، ريحتها بجد فظيعة. ونستنى كده تقريبا 10 دقايق من الجنبين لحد ما الفراخ تتشوح كويس. طبعا شلنا الفراخ من هنا وحطينا زبدة، وكمان نزلنا عليهم ببصلتين كبار عشان يتشوحوا، ونزلنا بقى بعد كده بالشوربة بتاعتنا اللي احنا عملناها. وهنستنى بقى كده لحد ما الصوص ده كده يغلي ويبقى متماسك مع بعض ويبقى الصوص تقيل شوية، وبعد كده بقى هننزل عليه بالفراخ بتاعتنا. طبعا الفراخ هنا بتبقى نص سوا، فهنستنى كده عليها تقريبا ربع ساعة على الجنبين لحد ما تتسوى كويس جدا، وتقفلوا عليها كمان الغطاء عشان تتأكدوا ان هي البخار كمان هيسوي الفراخ. ويا سلام بقى لو عملتوا زي ما انا بعمل كده، جبتوا بقى الصوص بالمعلقة ونزلتوا عليها كده من فوق، يا سلام، عشان الفراخ كده تتبل كده ويبقى طعمها كله من الصوص اللي احنا عملناه. وده تقريبا بعد 20 دقيقة لما الفراخ استوت. طبعا ممكن تاكلوها جنب مكرونة، جنب رز بسمتي، جنب اي حاجة انتوا بتحبوها، او حتى تاكلوها سادة، بجد هي طعمها اصلا لوحده خرافي. مش عايزة اقولكوا بقى الصوص كان عامل ازاي، ولا الفراخ مستوية بطريقة ازاي، تحفة ريحتها، انا بجد مش عارفة اوصفلكوا ايه، بس الاكلة دي فظيعة، جربوها بجد وهتدعولي. الفراخ كده بتتقطع كده بسهولة، وشايفين هي بيضة من جوه من كتر ما هي مستوية، والصوص بقى اللي حواليها ده تغمسوا بقى الفراخ اللي بتقطعوها دي في الصوص كده وتاكلوها سادة، يا سلام هتدعولي. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتس، وبألف هنا والشفا.